السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله. الصراحه غيبت عليكم بزاف بزاف، ما بقيت كنحط حتى شي حاجه في القناه ديالي، ولكن هنا رجعت لكم ان شاء الله بطاقه ايجابيه ورجعت معكم بالجديد ان شاء الله. كنتمنوا يكون خير. صراحه بغيت نبدل من المحتوى ديال القناه ديالي، قلت صافي ما غاديش نبقى هكا ندير طياب، ولكن ماشي ما غاديش نبقى نديرو في مره زعما الطياب، غادي نبقى نديرو هكا مره علاش لا، ولكن باغي نبدل من المحتوى ديال القناه ديالي. صراحه طلع لي شويه الطياب في راسي هكا في الدار، غادي نبدل من محتوى ديال القناه، وكنتمنى من الله يعجبكم هذا المحتوى هذا ان شاء الله اللي غادي تبداو تشوفوا. البنات غادي نشارك معكم اليوميات ديالي ونشارك معكم الروتينات كيفاش كندوز النهار ديالي هنايا في الغربه، وكيف ما كتعرفوا البنات الغربه صعيبه بزاف 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 بزاف. غادي نشارك معكم ان شاء الله من نهار حطيت رجلي هنايا في فرنسا، كيفاش حتى لقيت الخدمه، كيفاش خدمت، كيفاش بزاف الحوايج غادي تعرفوهم معايا ان شاء الله. وهنايا البنات اول حاجه غادي نديرها غادي نشارك معكم هذا الفيديو، هذا غادي نشارك معكم فيه المشروع ديالي اللي بغيت ندير، واخيرا فرحانه البنات بزاف على هذا المشروع، هذا فرحانه به بزاف وبغيت نوريه لكم وتعطوني الراي ديالكم فيه. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو المحل اللي خديت، كنتمنى يا ربي تعطوني الراي ديالكم فيه. هذا المحل وهذا هو المشروع ان شاء الله اللي غدا نبدا فيه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنا، غادي نقول لكم البنات شنو غادي ندير هنا. غادي ندير ريستوراسيون رابيد، يعني غادي ندير شي حاجه مغربيه اونبورتي، مغربيه 100%. هنا هذا هو المحل كيف ما كتشوفوا، الصراحه راه كبير شويه، يعني غادي نقادو مزيان. هنا كنوريكم يعني قبل ومن بعد، غنوريكم بعد ملي غادي ان شاء الله نحط الماتيريال وملي غادي يتصلح، وراه صراحه كيبان نقي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا راه غادي نحيدو ان شاء الله، غادي هنا كاين الجليج لان هذا ماشي سيكوريتي بالنسبه للسخون، بالنسبه للبلانشا ولا لا فريتوز ولا لو فور ولا شي حاجه بحال هكا، راه ماشي سيكوريتي، يعني راه انتيردي هذا لان غير ميكا، يعني ها انت كندخل صبعي يعني راه كيتبومبا. هنا غادي هذا غادي نحيدو كيف ما كتشوفوا معايا، هذا غادي نحيدو، غادي يبقى هنا عندي جليج بيض، هذه راه الكولا غادي يحيدوها كامله، غادي يكرطوا هذا الشيء هذا كامل. الا ما تحيدش غادي نبدل الجليج ان شاء الله، هذا الفايونس هذا ما تحيدش كنقول غادي نبدلو ان شاء الله. ها نتوما هنايا الفوق غادي تجي لاهوط، هنايا غادي ندير هنايا في هاد فين كيبان لكم هنايا هاد البلاصه هادي كامله، غادي ندير فيها الماتيريال اللي كيكون سخون، مثلا هنا في هاد القنص، في هاد القنت هذا غادي يجي عندي فران ميكس، وهنايا غادي يجي هنايا البوطه لا بلانشا فريتوز. هنا غادي ندير واحد ليفيي، كنقول هنا واحد لابابو كبير هكايا فين نغسل، وهنايا في هاد البلاصه هادي فين كاينه هاد الكرتونه هادي، راه كنت درت واحد، غادي نقلبها لكم. ها نتوما شانجمون دو بروبريتير لوفيرتور لو 2 سبتمبر، كنت ناويه زعما نحل في الاول ديال هاد الشهر هذا، ولكن بلي طرافو مازال معطلين شويه، يعني غادي نحل ان شاء الله نهار كنقول السيمانه الثانيه ديال هاد الشهر. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، كيف ما قلت لكم هنا في الحيط غادي ندير كاع البلانشا ولا فريتوز وداكشي، وهنايا في الوسط غادي ندير واحد الكونطوار، وهنايا غادي ندير طوابل، هنا في هاد البلاصه غادي ندير طبله، وهنايا طبله، هنا غادي ندير طبله، وهنا غادي ندير طبله، وكنقول حتى تما غادي ندير طبله، ولكن ما عرفتش شنو بالضبط غادي ندير. وهاد البلاصه هادي اللي حشاكم اللي فيها لابوبيل حشاكم، غادي نخرج هاد لابوبيل غادي ندير ليه بلاصتو برا، ما غاديش يبقى هنا، وهاد لوكوان هذا غادي نديرو شي طاجير ولا شي حاجه صافي. وهنايا عندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا، هنا ما غادي ندير حتى شي حاجه لان هنا عندي الضو
يعني ما يمكن ليش ندير شي حاجة. وهنا يا في هاد الدخلة هادي كاين الغاز، هنا فين غادي نبرونشي لي غاز كيف ما كتشوفوا معايا. يعني هنا في هاد صراحة انا كنت فكرت بغيت ندير واحد لابابو صغير باش الكليان يدخلوا هنايا بقى يغسلوا يديهم، ولكن ما يمكن لياش. علاش؟ لان هنا كاين الضو، ما يمكن ليش ندوز تيو ديال الماء مع الضو. صافي، وهذه هي الدخلة ديال الباب، هي هذه كيف ما غادي تشوفوا معايا. دابا انا غادي نخرج وغادي نوريكم انتوما. هذه هي الدخله البنات ديال الباب، انتوما المحل هو هذا. يعني راه صراحه كاين البلاصه هنا فين جات قدام لاسورانس، وهنا هنا كاين الباركينغ. هذا هو المحل، هذه هي الدخله ديال الباب كيف ما قلت لكم هانتوما. وعاد هنايا عندي واحد لابابو، هنا غادي ندير، هنا كنت كنقول غادي ندير لا بلونج. هذا راه لابابو البنات هانتوما، هذه غادي نحيدها وغادي ندير واحد الماكينه هنايا ديال لا بلونج كبيره، وغادي ندير فوق منها لابابو. كنقول ما نعرف، غادي نشوف. هنايا عندي، هنايا كاين هاد لي زيطاجير لي جاوا في الدروج، وهنايا لتحت كاين واحد لاكاف غادي نوري لكم ان شاء الله فيديو اخر. هاد لاكاف هذا هو فين غادي نستوكي فيه لوغونجمون ديال التقديه، اي حاجه التقديه غادي ندير نستوكيها هنايا لتحت. وكيف ما كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نشارك معكم ان شاء الله ملي غادي نسالي الاصلاحات، وغادي نسالي ان شاء الله ملي غادي يجي الماتيريال وغادي يتحط. يعني غادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله، شنو هما الصعوبات اللي لقيت باش خديت المحل، شنو هما لي فورماسيون اللي دوزت قبل ما ناخذ المحل، شنو هما لي تروتيان اللي دوز، حتى بزاف ديال الحوايج غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. وهنايا البنات كنقول لكم عندك البنات فيديو راه مازال فيديوهات ان شاء الله جايين. كيف ما قلت لكم البنات هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. انا هنايا راني باقا في المحل، غادي نخرج دابا لان غدا ان شاء الله غادي يبداو لي طرافو. غدا ان شاء الله غادي نجي ملي غيكونوا هنا كيديروا الاصلاحات، ضروري غادي نجي باش نصور معاكم لي زيطاب هكا شويه، باش الا كان شي واحد باغي يدير شي حاجه هنايا هنا في فرنسا، باغي يدير شي مشروع ولا شي محل هكا كيف ما بغيت ندير انا هكا لي ريستوراسيون ولا شي حاجه، بعدا تكون عندكم شي فكره، تكون عندكم هكا فكره على لي ماتيريال، على اي حاجه غادي نشارك معكم الاثمنه ديال لي ماتيريال، اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله. كنتمنى يا ربي يعجبكم محتوى القناه، وكنتمنى تشتركوا معايا ان شاء الله في القناه وتتبعوا معايا بلي لايك البنات. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.